كيف تعامل مجلس إدارة النادي الأهلي مع رحيل فايلر؟ طب مبدئيا هو طبعا احنا عارفين كلنا سيستم النادي الأهلي والنظام اللي موضوع ان في ناس مسؤوله عن الكوره وفي في نفس الوقت لجنه تخطيط للكوره معتمد تشكيلها من مجلس الاداره وفي مشرف على الكوره هو كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس بالتفويض من مجلس الاداره. وملف الكوره يتمتع بحساسيه طبعا جامده جدا لان النادي الاهلي شعبيته الرئيسيه في العالم كله على كره القدم فالملف فيه من الحساسيه ان هو وحضرتك يمكن بتمثل يعني بعثه الفريق الاول لكره القدم واكيد بتشوف الشعبيه بتلمسها. دي قصه عايزه بقى اتكلم انا لسه هاجي الموضوع ده وبالذات على مستوى افريقيا يعني. اتفضل. فزي برضه ما كنت بعرض لحضراتكم دلوقتي اللي هو ايه لو انا قائد لمكان او ليدر ليه لو انا بتهز في مواقف بيأثر على الناس اللي معايا على حقيقة. صحيح. ده لم يحدث. احنا ما حسناش باي حاجه يعني ما حسناش من كابتن محمود الخطيب ان في هزه او في موضوع كبير قوي حاصل يعني في مشكله فايلر. لدرجه ان هو بعد كده بعد ما الخطوط كلها خلاص بنيت له واستقر مع لجنه التخطيط على قرار بيعرضه على مجلس الاداره حكى لنا التفاصيل كلها. فايلر طبعا كلنا كنا مقتنعين بيه يعني من النواحي الفنيه يعني طبعا لا غبار عليه لحد اخر لحظه لغايه فترة الكورونا اللي حصل ان كابتن محمود عرض ان هو الراجل بقى يتكلم في بنود ما كانتش موجوده في التعاقد بينه وبين النادي الاهلي. الحنكه والحكمه الحمد لله في الملف ان كابتن محمود كان شغال على حاجتين ان هو مع فايلر بيخلص قصه تخلص يعني سواء كده او كده يعني سواء هنتوافق او لا وفي نفس الوقت حفاظا على النادي الاهلي يبقى فيه قنوات بيبص عليها تانية الاختيار بديل مدير فني لغايه ما استقر على موسمين. طبعا كلنا الاختيار ده الحمد لله مقتنعين بيه ونامل يا رب ان شاء الله ان ربنا يوفقه لان كره القدم في النهايه زي لعبه انت بتعمل كل اللي عليك بالمعطيات المطلوبه والنتيجه في النهايه دي يعني بيبقى ماتش كوره بتاعت ربنا يعني النتيجه دي عامه انت لكن المهم ان تاخد كل بيس. الخطوات الايجابيه اللي انت شايفها وتجتهد يعني كلنا طموحاتنا احنا ناخد افريقيا كلنا عايزين كده ان شاء الله والنادي الاهلي في ابهى صوره في الكره وفي كل الاعبان ان شاء الله. فالجميل في الملف كمان اللي هي ردود الافعال اللي حصلت اللي هي تحسك برضو الدور التلقائي اللي النادي الاهلي بيلعبه كقيمه وطنيه كبيره قوي لمصر يعني ان رئيس جنوب افريقيا يهنئ موسيماني ويقول له نوجه ليك كل الشكر والكلام ده ونتمنى واحنا زعلانين انت مشيت من عندنا انت في افضل مكان بس في نادي وده هيدعم العلاقه بين الشعبين يعني ايه الجمال ده يعني حاجه لا وكمان ما كانتش حتى متوقعه يا استاذ طارق ما كانتش يعني متوقعه لا مش توقع لا النادي الاهلي كبير لكن انا بتكلم الجزء كمان اسف لمقاطعتك ان دي كمان شعبيه النادي الاهلي كبيره قوي لكن في خلاص لا دلوقتي الناس من جنوب افريقيا بتبدا تشجع النادي الاهلي عشان موسيماني لما رئيس الجمهوريه بنفسه عارف مقدار النادي الاهلي وانه من افضل الانديه على مستوى العالم وعلى المستوى الافريقي هو نادي القرن ده شيء كمان شيء جميل. وعلى الجانب الاخر النقطه اللي هكلم حضرتك فيها اخر حاجه التعامل صح ان احنا ما حسيناش جماهير النادي الاهلي ما حسيتش فايلر بيمشي يوم الجمعه يوم السبت بيكون في مدير فني جديد في العمليه الانتقاليه ديت حقيقي انا بحييكم عليها لانها مشيت اولا مشيت بسريه كامله الناس كانت بتقول ده ايطالي كابتن محمد يوسف يعني مشيت بسريه كامله لغايه ما التعاقد تم بشكل جيد لحد ما شفناه والتوقيت كان اكتر من رائع ان في مدرب بنقول له شكرا عملت اللي عليك كان هي اليوم اللي قبل اعتماد مجلس اداره القرارات هي بدات تظهر بالظبط بدات تظهر لسبب ايه؟ لإصرار كابتن محمود الخطيب في التعامل مع المدير الفني موسيماني ان ده لازم يكون بموافقه ومباركه رئيس النادي صن داونز فرئيس النادي اعلنه النادي اعلنه هناك فبالتالي يعني قبل ما بدات يعني القصه كلها ماشيه برضو اللي هو ايه استمرارا لجينات النادي الاهلي ده حقيقي يعني قيمه النادي الاهلي طبعا لا احد ينكرها وزائد الحمد لله الحكمه في التصرف في اداره القصه كلها صحيح. ان مش حتى الجمهور ما حس ولا احنا كاعضاء مجلس اداره حسينا بذعر